بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا حناخذ مراجعة سريعة لآخر موضوع. خلينا ابتداء نتذكر مع بعض ايش المقصود بالفريكوينت ايتم سيتس، لانه الفريكوينت ايتم سيتس او المجاميع المتكررة، مجاميع العناصر المتكررة او حنسميها بعد شوية الانماط المتكررة، هي موضوع اساسي في الاسوشيشن اناليسيز او اسوشيشن رولز اناليسيز. حقيقي احنا نقصد بالانماط المتكرره او المجاميع المتكرره انه نبحث عن مجموعه من العناصر التي تظهر مع بعض بشكل ملحوظ. فلو كان عندي قاعده بيانات او قاعده عمليات، فاننا سنبحث في هذه القاعده على العناصر عن العناصر التي تظهر بصفه مستمره مع بعضها البعض. طبعا الترانسكشن في قاعدة البيانات هي أي مجموعة من الايتمز. السؤال هو كيف نحكم عليها أنها frequent patterns؟ الباترن بالنسبة لنا هو set of items، النمط بالنسبة لنا هو مجموعة من العناصر. هذه العناصر قلنا أنها تظهر بشكل متكرر في قاعدة البيانات أو في مجموعة البيانات أو في الترانسكشن set. ولذلك علينا أولا أن نعرف ما هي قاعدة البيانات اللي حنتعامل معها، علينا نعرف ما هي الايتمز او العناصر اللي حنتعامل معها، وبعد كذا ننطلق نحو معرفة او تحديد الفريكوينت باترنز او الانماط المتكررة بداخل هذه القاعدة. على سبيل المثال عندنا ماركت باسكت ترانسكشن اللي هي ظاهرة امامكم. هذه القاعدة فيها مجموعة من الايتمز، خلينا نعرف ما هي. البريد، ميلك، دايبر، كافي، إجز أند كوك، هذه كلها عناصر تم شرائها. احنا نتكلم عن موضوع شراء مثلا، هذه العناصر اللي تم شرائها واللي هي موجودة في العمليات ترانساكشن الموجودة في قاعدة البيانات أو ترانساكشن ست، خمس عمليات كما تلاحظوا. لما نجي الآن نتكلم عن الفريكوينت، مش أي شيء ظهر في قاعدة البيانات هو فريكوينت، هو متكرر. التكرار هو الرقم اللي احنا حنتفق عليه. فمثلا في هذه القاعدة لأنها صغيرة
أي ثلاثة تكرارات حنعتبرها تكرار مناسب، دون الثلاثة حنعتبرها لا يرقى إلى النقاش. إذا كانت قاعدة البيانات مثلا كبيرة فيها 1000 عملية، فإن العناصر اللي تكررت 200 مرة قد لا تعتبر ظاهرة متكررة، في حين اللي تكررت 700 أو أكثر من ذلك ربما تكون على قدر معقول من التكرار. ارتباطا بهذا الجدول خلينا نشوف الفريكوينت ايتم سيتس. في الفريكوينت الآن إيش عملنا؟ لما جينا أخذنا بريد تساوي 4، إيش معناها؟ معناته أنه البريد ظهر في 4 عمليات، لاحظوا 1 2 3 4، البريد ظاهرة 4 عمليات. كذلك الملك 4، الكوفي 3. هذه الآن عناصر منفردة، والعناصر المنفردة برغم من أنها كوجود متكرر تعطي لي مؤشر أنها مثلا مطلوبة، الناس يحبوها يشتروها، هذا مؤشر مهم، هذه معلومة أو معرفة مهمة لصاحب السوبر ماركت على سبيل المثال. إذا كان هناك طلب كثير على الحليب ينبغي أن يوفر كميات مناسبة من الحليب، هذا شيء طبيعي. لكن الأكثر أهمية من ذلك هو العناصر المرتبطة ببعضها، ولذلك نسميها associated patterns اللي هي أو pattern association اللي هي العناصر المرتبطة ببعضها. فمثلا هنا دايبر مع كوفي ظهرت 3 مرات، الملك مع بريد كمان ظهرت 3 مرات. لما يكون عندي عنصرين أو أكثر مرتبطين مع بعضهما، يعني ظاهرين تكرار عالي مع بعض مرارا وتكرارا مثل ما يقولوا، هذا حيخلينا قادرين على استنباط مجموعة من القواعد. فمثلا هذه قاعدة دايبر تؤدي إلى كوفي، إيش معناها؟ معناها أنه اللي حيشتري دايبر أكيد حيشتري كوفي. من فين احنا جبنا هذه القاعدة؟ كيف وصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ نتيجة لهذا الظهور المتكرر، إن عندي دايبر مع كوفي ظهرت 3 مرات، فكأنه اللي يشتري دايبر حيشتري كوفي، وهذه هي القاعدة اللي خرجنا منها. فإذا احنا الآن نتناول فكرتين أساسيتين، الفكرة الأولى أن هناك أنماط متكررة، يعني ظهرت بصورة عالية التكرار، والفكرة الثانية أن هذه الأنماط المتكررة تقودنا إلى استنتاج قواعد، هذه القواعد حتفيدنا في اتخاذ القرار. ولذلك هذا المثال الآن اللي نشوفه هو مثال لحاجة سميناها association rules أو rules، اللي هي قاعدة أو قواعد الارتباط. هناك ارتباط ما بين الدايبر وما بين الكوفي. القاعدة الثانية اللي ممكن نأخذها أيضا من هنا أنه ملك تؤدي إلى بريد، أو بريد كمان تؤدي إلى ملك، اللي حيشتري حليب حيشتري خبز. في قاعدة أخرى ولو هي مش موجودة في التكرارات أهي، أنه ملك بريد تؤدي إلى إجز كوك، اللي اشترى الحليب والخبز حيشتري إجز وكوكس، اللي اشترى كوفي بريد حيشتري ملك. وبالتالي هذا النوع من القواعد يساعدني في إيش؟ يساعدني في فهم سلوكيات المشترين، وبالتالي مش بس توفير البضاعة اللي يحتاجوها، أحيانا تقصير الرحلة الشرائية اللي هي شوبينج تريب اللي موجودة، بحيث أنا أخلي لك الأشياء اللي أنت تحتاجها جنب بعض، حتى لو أنت ما كنت فكرت بشرائها، بمجرد أنك تشوف هذا جنب ذاك حتشتري. شفت رز جنب زيت حتشتري الاثنين مع بعض، شفت كوفي جنب سكر ربما تشتري الاثنين مع بعض. لما أجي أشتري أنا الآن موبايل أو كاميرا، أكيد في أشياء أخرى جنبه إحنا ممكن نشتريها، الأكسسوريز زي إيش؟ زي الذاكرة، زي الزوم، زي أي شيء آخر، وبالتالي الغلاف، الحافظة، كل هذه الأمور حنخلي لك جنب بعض عشان نسهل لك تطبيقاتها. ما في داعي نحن نخوض فيها لأن احنا خضنا فيها في التفصيل، هناك تطبيقات كثيرة لهذا النوع. خلينا ندخل في شوية تفاصيل الآن أو في شوية تعريفات. فإذا في الفريكوينت آيتم سيت، أولا عندي الآيتم سيت، الآيتم سيت إيش هي؟ قلنا الآيتم سيت هي عبارة عن مجموعة من عنصر أو أكثر من العناصر، أي عنصر أو أكثر من العناصر إحنا نعتبره مجموعة، زي هذه اللي ظاهرة أمامكم. الكي آيتم ست هي تحتوي على كي من العناصر، مثلا إذا كان 2 معناتها فيها عنصرين، إذا كان كي 3 فيها 3 عناصر وهكذا. هذا ابتداء. الآن إحنا نأخذ شوية تفاصيل أهم. في شيء نسميه support count ونرمز له بالرمز سيجما. إيش هو هذا support count؟ count معناها عد. طيب الآن في support count اللي هي سيجما إحنا إيش حنعمل؟ ببساطة الحكاية جدا سهلة، ببساطة ححسب تكرار الظهور لأي item set، مش للعنصر، لأن إحنا نتكلم عن المجموعة، هشوف هذه المجموعة كم من المرات تكررت في transaction database، في قاعدة بيانات العمليات. هذا مثال الآن. فإذا الحكاية فقط أنك روح عد
امشي على قاعدة البيانات وعد. فمثلا عندي ملك مع بريد مع دايبر، كم ظهروا مع بعض في القاعدة؟ حروح أدور أهو ملك هذه مناسبة مع إيش؟ مع بريد؟ لا هنا ما في، هنا بريد مع ملك مع دايبر هذا أول ظهور، إذن هذا لا تمام، وبريد مع ملك مع دايبر هذا ثاني ظهور. فإذن السبورت كاونت لملك أو السيجما لملك مع بريد مع دايبر حتساوي كم؟ 2. ليش 2؟ لأن احنا روحنا عدينا مسحنا قاعدة البيانات من البداية إلى الأخير وشفنا أنهم ظهروا مع بعض مرتين. فإذا هذا هو السبورت كاونت، مجرد أني أشوف كم مرة تكررت المجموعة بداخل، وهذه المجموعة أكيد مجموعة يعني مش بالضرورة تكون مرتبة، يعني ممكن تكون ملك بريد دايبر، دايبر بريد ملك، بريد ملك دايبر، بأي تكرار بأي ترتيب كانت ظاهرة، المهم عندي أنه ظهرت. المصطلح الثاني اللي هو السبورت، وهو يعتمد على السبورت كاونت. السبورت هو عبارة عن فراكشن، وكلمة فراكشن أنا قلت لكم دائما كلمة فراكشن معناها قسمة أو نسبة. طيب احنا شفنا انها ظهرت مرتين، بس الظهور النسبي لها كيف انا اعرفه؟ الظهور النسبي هو نسبة الى قاعدة البيانات بكاملها. انا عندي 5 في قاعدة البيانات، ظهرت 2، فاذا السبورت تبعي كم حيكون؟ حيكون 2/5، 2 اللي هي كم مرة ظهرت، و5 اللي هي كم هو طول قاعدة البيانات. 2 من كأنها ظهرت 2/5 او 2/5، فحناخذ النسبة 2/5، اذا نسبة ظهورها في قاعدة البيانات هي 40%. طيب إذا صلينا على سيدنا محمد، احنا حسبنا إيش الكاونت أولا، ماشيين بالترتيب، عملنا الكاونت اللي هو السيجما، جلسنا نعد، بعد ما عدينا قسمنا على العدد الإجمالي طلعت لي النسبة. هذه النسبة الآن ربما تكون نسبة مشجعة أو غير مشجعة. مشجعة يعني ممكن نستفيد منها في استخلاص قواعد ارتباط، غير مشجعة معناته احنا حنهملها. ولذلك لازم احنا نتعامل مع معيار اساسي. متى اعتبرها مشجعه؟ اذا اعتبرتها مشجعه حسميها frequent item set، يعني عنصر او مجموعه متكرره او ظاهره بشكل ملحوظ. هنا حنعتمد على threshold او عتبه نسميها minimum support، minimum support threshold، بحيث لو كانت النسبه هذه اكبر من او تساوي المينيمم سبورت معناته هي مقبوله، معناته ترقى الى النقاش، ترقى للاهتمام. اما اذا كانت اقل فاحنا حنهملها لا تعني شيء. فمثلا الان لو كان السبورت بالنسبه لي هو 50% معناته هذه حتكون غير مقبوله، اما لو كانت 40 او 30% في هذه الحاله حتكون مقبوله. انا اخذ الان مثال بسيط. الاسوشيشن رول هي عباره عن امبليكيشن expression، يعني ايش؟ يعني نمثلها بشكل اذا كان فان x تؤدي الى y، بحيث انه x و y هن item sets بالنسبه لي. المثال اهو ملك تؤدي ملك ودايبر تؤدي الى كوفي، يعني كانه اللي اشترى ملك ودايبر حيشتري كوفي. لما اجي الان هذه قاعده، هذه القاعده اخذتها من وين؟ هذه القاعده اخذتها من وجود item set متكرر بشكل واضح اللي هو ملك مع دايبر مع كافي، هي اللي خلتني استنتج هذه القاعده. طب لما استنتج هذه القاعده، الان هذه القاعده كمان حتكون ربما مفيده وربما تكون غير مفيده. فخلينا نرجع شويه بالكلام اللي وراء. ايوه انا اولا ايش عملت؟ اولا تحاولت اتعامل مع هل في فريكوينت ولا ما فيش، هل هي متكرره بشكل ظاهر ولا غير متكرره بشكل ظاهر. إذا كانت متكررة بشكل ظاهر ربما تكون مفيدة. يعني إيش ربما تكون مفيدة؟ يعني أقدر أستخلص منها قواعد قد تكون مفيدة. فإذا في المرحلة الأولى أنا بحثت عن التكرارات، حددت التكرارات اللي قد تكون مفيدة. طب حتعامل فقط مع هذه اللي هي أعلى من المينيمم سبورت. لما أجي أتعامل معها حولد منها مجموعة من القواعد، هل كل القواعد الناتجة عنها تكون مفيدة؟ الجواب لا، بعضها قد يكون مفيد وبعضها قد يكون غير مفيد. طب كيف أعرف أنها مفيدة وغير مفيدة؟ حخضعها إلى Rule Evaluation Matrix، حخضعها إلى تقييم من خلال مجموعة من المعايير. عندي معيارين أساسيين، كمان السبورت، بس السبورت هذه المرة مش للفريكوينت آيتم، السبورت هذه المرة للقاعدة. ومعيار آخر نسميه الكونفيدنس أو الثقة، الدعم والثقة. طب السبورت ما هو؟ السبورت نفس التعريف للسبورت لايتم سيت، هو فراكشن كمان، هو نسبة، بس هذه المرة النسبة حناخذها ما بين اللي يحتوي الاكس والواي معا. كيف حناخذ مثال يفسرها؟ الكونفيدنس حيوري لي
إلى أي مدى الكلام هذا متوافر ومتاح وحقيقي؟ نأخذ المثال الآن عشان نوريكم كيف بالضبط أنا أحسب السبورت اللي هو S والكونفيدنس اللي هو C. هذه هي القاعدة اللي احنا خرجنا بها. من فين؟ من أنه كان في عندي item set، كان في هنا عندي item set فيها milk وفيها diaper وفيها كوفي. هذه الايتم ست استنتجنا منها هذه القاعدة. طب هل الآن السؤال، هل هذه القاعدة مقبولة ولا غير مقبولة؟ طيب نشوف عشان نحكم عليها مقبولة أو غير مقبولة. هنحسب الاس ونحسب السي. الاس قلنا هو السبورت، والسبورت هو فراكشن. طيب كيف عملت؟ أخذت السيجما، تمام، اللي هي السبورت كاونت للملك دايبر كوفي. كم هي؟ 2. اقسمها على الكل طلعت لي 0.4 يعني 40%، هذا السبورت. طيب الآن الكونفيدنس. الكونفيدنس هو الكل على الجزء. الكل يعني السبورت تبع المجموعة كامل، اللي هو ما هو؟ اللي هو كم مرة ظهرت المجموعة مع بعض؟ 2. الجزء، ايش هو الجزء اللي هو موجود عندي؟ الجزء اللي هو صدر القاعدة اللي هو الملك مع دايبر. الآن ملك مع دايبر كم مرة ظهرت؟ ظهرت عندي 3 مرات. فإذا الكونفيدنس تبعي حيكون 2/3 يعني 67% اللي هو مستوى الثقة. هذه القاعدة حتكون مقبولة إذا كانت هذه الأرقام تتجاوز أو تساوي المينيمم. في الأسوشيشن رولز إيش الحكاية؟ كيف تكون؟ تكون إنه عندي مجموعة من الترانساكشن تي على مجموعة من الأيتيمز آي. جبنا قاعدة البيانات اللي فيها كل الترانساكشن، والأوتبوت هذا الإنبوت، والأوتبوت عندي كل الأيتيمز اللي موجودة ضمن الآي، بس اللي هو السبورت تبعها أكبر من أو يساوي المينيمم سبورت ثريشولد. هنا ما هو؟ هنا حددنا الفريكوانت، تمام؟ طيب بعدين حاجي أخذ من الفريكوانت كل الرولز بطريقة X تؤدي إلى Y، كل الرولز اللي ممكن نستنتجها بس اللي تنسجم مع المينيمم سبورت وكمان مع المينيمم كونفيدنس بالطريقة اللي احنا كيف نحسبها. نأخذ مثال، عندي هذه هي الترانساكشن ست الآن. طيب لو افترضنا انه المينيمم سبورت تبعي هو 50% والمينيمم كونفيدنس هو 50%. المينيمم سبورت هستخدمه مرتين، مرة عشان الفريكوينت ومرة عشان الرولز. المينيمم كونفيدنس هستخدمه مرة واحدة اللي هو فقط في الرولز. بس قبل ما نستخدمه خلينا نشوف هذه النسبة ماذا تعني على صعيد التكرار. أنا كل التكرارات عندي هي 5، فإذا 50% من 5 اللي هو المينيمم سبورت، 50% من 5 اللي هو مينيمم سبورت أكاونت، 5 في 50% حيعطي لي 2.5، ما في حاجة اسمها 2.5، معناتها أقربها حتصبح 3. هذا إيش معناه؟ معناته أي تكرار 3 فما فوق مفيد، أقل من 3 غير مفيد أو غير مناسب. تعال ما هي الايتم ست اللي عندي، الايتمز عفوا اللي عندي، عندي جويس، ناتس، دايبرز، كوفي، ايجز اند ميلكس. حنبدا نتكلم عن الفريكوينت ايتم ست، وحناخذ فقط اللي تكراره ما هو 3 فما فوق. عندي الجويس 3 مرات، ناتس 3، دايبر 3، ايجز 3. هذه كلها قلنا سنجل، السنجل مش مفيد بالنسبه للاسوشيشن رولز. الرولز عاده تنشا ما بين عنصرين فاكثر، العلاقة تكون دائما ما بين 2 فأكثر، أما عنصر مع نفسه فهذه الحكاية غير واردة، بالرغم من أنه هناك فائدة من معرفة تكرار العنصر لوحده. هذه الآن اللي هي جويس مع دايبر تساوي 3، اللي هو المينيمم سبورت تبعها، السبورت تبعها 3 وهو أعلى من أو يساوي أو أكبر من أو يساوي المينيمم سبورت. هذه مقبولة الآن، هذه فريكوينت نسميها فريكوينت آيتم ست. طالما هي فريكوينت حبدا استخرج منها القواعد. القاعده اللي ممكن استخرج منها الاولى اللي هو جويس يؤدي الى دايبر، يعني اللي حيشتري جويس حيشتري دايبر، والعكس كمان. القاعده الثانيه اللي هي دايبر يؤدي الى جويس. الان ايش نحسب؟ ما هو نحسب لها المينيم، نحسب لها السبورت ونحسب لها الكونفيدنس. هذا الجزء الاول اللي هو السبورت. تعال الجويس كم مره ظهرت الجويس مع دايبر عفوا كم مرة ظهرت؟ ظهرت 3 مرات. 3 مرات من أصل كم؟ من أصل 5 في قاعدة البيانات. فإذا 3/5 هذا اللي هو عطالي 60%. طيب
نجي نحسب الآن الكل إلى الجزء، قلنا كم ظهروا مع بعض؟ 3 مرات. اللي فوق الجويس الوحدة كم ظهرت؟ كمان 3 مرات. 3 على 3 حيساوي 100. طيب هل هذه القاعدة حتكون مقبولة ولا غير مقبولة؟ عشان تكون مقبولة أو غير مقبولة أقارنها بالمعايير تبعي. عندي السبورت تبع القاعدة هو 60%، والمينيمم سبورت هو 50%. طالما هي أكبر معناته هذا أول شرط تحقق. 2، الكونفيدنس تبع 100%، وهذه أعلى ثقة، والكونفيدنس المقبول هو 50% المينيمم كونفيدنس. فإذا هذه القاعدة حتكون accepted أو valid أو نسميها مقبولة. نجي على القاعدة الثانية اللي هي دايبر إلى جويس، كمان 3 على 5، ما في اختلاف. هنا 3 على 4. طيب ليش 3 على 4؟ 3 على 4 لأنه 4 هي ظهور الدايبر وحده، أهي 3 على 4. لما جينا نحسب 60% حتطلع لي هنا 75%. لاحظوا الآن ما بين القاعدتين، لأنه القاعدتين تناولا نفس العنصرين، الجويس مع الدايبر، نفس الآيتم ست، الجويس مع الدايبر. هنا في تساوي. ليش؟ للسبورت. ليش في تساوي للسبورت؟ لأنه نحسب بنفس الطريقة، هو نفس المعطيات. الاختلاف عندي في الثقة، القاعدة الأولى أعلى ثقة من القاعدة الثانية، وهذا النتيجة واضحة. ليش؟ لأنه في القاعدة الأولى كل ما ظهر جويس الدايبر ظهر معه، لكن في القاعدة الثانية 4 ظهورات للدايبر، في 3 منها ظهر مع الجويس، وبالتالي العلاقة شوية أخف. فكأننا في القاعدة الأولى نقول كل من يشتري جويس حيشتري دايبر، وفي القاعدة الثانية نقول 75% من اللي يشتروا دايبر حيشتروا جويس، لكن من ناحية القبول قاعدتين مقبولتين. فإذا ممكن بهذه الطريقة نستكشف عدد كبير من القواعد. أهو هذا مثال الآن على رولز، كل مرة تقدروا تتأكدوا أنتم منها، نحسب السبورت ونحسب كمان الكونفيدنس، وحنشوف هل هي مقبولة أو غير. إذا فهمنا الآن أنه عملية التنقيب عن قواعد الارتباط بحق الأمر تمر ضمن مرحلتين أو خطوتين أساسيتين. الخطوة الأولى هي اكتشاف الأنماط المتكررة أو المجاميع المتكررة، واللي نسميها Frequent Item Set Generation اللي هي رقم 1. وهنا احنا حنولد كل المجاميع أو الأنماط بشريطة أنه السبورت تبعها يكون أعلى من أو يساوي، أكبر من أو يساوي المينيمم سبورت. الخطوة الثانية تتمثل بتوليد القواعد اللي هي الرول جنريشن، وهنا حنولد كل القواعد، بعدين نشوف ما هي القواعد اللي تمتلك حد مناسب من الثقة، على اعتبار انه نحسب لكل قاعدة الكونفيدنس بالطريقة اللي تعلمناها من القانون، ونشوف الكونفيدنس اذا اكبر من او يساوي المينيمم كونفيدنس معناتها حتكون القاعدة مقبولة، بخلاف ذلك حيكون مرفوضة. حقيقي المسألة حسابيا حتكون مكلفة كثير، توليد كل هذا الكم من القواعد اللي حتكون مترتبة على أي frequent set أو أي frequent item set حيكون كثير. فمثلا لو عندي frequent item set اللي هي A, B, C, D، هناك عديد من القواعد اللي حتكون من شكل إذا كان فإن، زي هذه اللي هي A, B تؤدي إلى C, D. المسألة تعتمد بالأصل على عدد العناصر الموجودة في كل item set. فمثلا لو كان الايتمز الموجودة عندي في قاعدة البيانات أو في قاعدة العمليات عددها دي item، هنا احنا نتكلم بحقيقة الأمر عن فحص كل الايتم sets اللي ممكن تكون ناتجة عنها، وبالتالي نتكلم عن كل المجاميع الجزئية اللي يمكن أن تولد من هذه الايتمز. فعلى سبيل المثال يعني هذا اللي موجود أمامنا الآن هو نسميها لاتس أو شبكة. هذه الشبكة إيش تمثل؟ تمثل كل احتمالات المجاميع الجزئية الناتجة عن مجموعة شاملة فيها عناصر 5 اللي هي A, B, C, D و E. فإذا لو كان عندي عناصر 5 في المجموعة الشاملة، كم حيكون عدد الاحتمالات للمجاميع الجزئية؟
رياضيا احنا نعرف انه عدد الاحتمالات حيكون 2 للاس دي، اذا كانت عدد العناصر هي دي فان الاحتمالات حتكون 2 للاس دي. ليش؟ لانه حناخذ اولا المجموعه نل اللي هي الفارغه او فاي، بعدين احنا ناخذ كل المجموعات الجزئيه اللي فيها عنصر واحد، ثم كل المجموعات الجزئيه اللي فيها عنصرين، كل المجموعات الجزئيه اللي فيها 3 عناصر، كل المجموعات الجزئيه اللي فيها 4 عناصر، ومن ثم اخر شيء المجموعه الجزئيه الكامله اللي هي نفسها اللي هي اي بي سي دي اند اي. حقيقي الان احنا حنولد كل هذه المجموعات ونروح نعمل سكانينج في قاعده البيانات او قاعده العمليات ونشوف كم مره تكررت، ودي حكايه مكلفه بشكل مش معقول. It's too expensive to test all candidates بحقيقة الأمر. ولذلك شوفوا خلينا نتابع الشبكة الآن، إنه لو كان عندي A B C D E معناتها حيكون عندي أولا احتمال المجموعة الشاملة، عفوا المجموعة الفارغة اللي هي null، وهذا ما حيؤخذ في عين الاعتبار. عندي حنحسب A و B و C و D اللي هي مجموعات أحادية، وهذه صحيح هي ما تعطينيش قواعد لكن مهم أن نعرف تكرارها اللي هي الـ A و الـ C و الـ D والـ E. بعدين حناخذ المجموعات الثنائية، وهذا حديث احنا شرحناه اعتقد بالتفصيل في آخر محاضرة. المجموعة الثنائية الأولى حتكون حاصلة من A مع الـ B اللي حتعطيني AB، بعدين حاخذ الـ A مع الـ C حتعطيني الـ AC، والـ A مع الـ DAD وهكذا زي ما شفنا. بعدين لما ننزل للمجموعات اللي هي تتكون من 3 عناصر حناخذ AB ناخذها مع AC حتعطي لي ABC، AB حناخذها مع AD حتعطي لي ABD، وهكذا هنستمر الى النهايه. طيب الان اذا احنا مشينا بهذه الطريقه انه كل عنصر او كل مجموعه جزئيه موجوده في اللاتس في الشبكه اللي احنا شفناها قبل شويه هي عباره عن مرشح، ونروح على قاعده البيانات ونجلس نحسب كم مره تكررت، فهذه حتأخذ مننا بالأصل وقت كبير، خصوصا لو كانت قاعدة البيانات بالنسبة لنا أو قاعدة العمليات بالنسبة لنا كبيرة. إذا عندي أنا قاعدة بيانات كبيرة مثلا بطول N، وعندي عرض القيد اللي هي عدد العمل أقصد عدد العناصر اللي ممكن أنت تشتريها في العملية الواحدة كمان لو كان كبير اللي هو W، هذا كله حيضاعف من كلفة الوقت اللي احنا نحتاجه عشان نجري كل هذه الحسابات. وبالتالي إذا اشتغلنا بهذه الطريقة حتكون الحكاية مكلفة جدا، وربما في أفضل الكمبيوترات حتأخذ أيام إذا لم يكن أسابيع أو أشهر حتى نصل إلى عملية مسح لقاعدة بيانات كبيرة جدا، بيج داتا زي ما قلنا أو هيوج داتا، ونشتي نحن نروح ونرجع ونروح نرجع في كل مرة نقوم بعملية إيش المسح والعد. لا، الحكاية حتكون كثير صعبة ومعقدة. ومن هنا جاءت فكرة البحث عن أي فلسفة أو فكرة تساعدنا حتى ننقص من الإيش من عملية البحث والسكانينج لقاعدة البيانات. ومن هنا جاءت قاعدة يسموها أبريوري برينسيبل. الأبريوري برينسيبل هي فكرتها كثير بسيطة، لكن هذه الفكرة تركت أثر بحيث أنها خفضت من الوقت اللي ممكن إحنا نحتاجه حتى نقوم بعملية البحث عن العناصر المتكررة في قاعدة البيانات. هذه الفكرة تعتمد على جزئين أساسيين. الجزء الأول إيش يقول؟ يقول إذا كان عندي item set is frequent، frequent معناها متكرر بشكل مقبول، يعني أعلى من الإيش support اللي هو المينيمم support. لو كان هذا item set متكرر، فإذا كل المجاميع الجزئية اللي موجودة بداخله حتكون متكررة. هذا الجزء الأول. إذا عندي أنا مجموعة من العناصر تكررت بشكل مقبول، لو احنا فرضنا مثلا انه عندي قاعده فيها 10,000 قيد، واحنا اعتبرنا انه المينيمم سبورت هو 70% فرضا، معناها انه العناصر المقبوله المجاميع المقبوله اللي حتتكرر كم 7,000 فما فوق. طيب اذا احنا وجدنا مجموعه فيها 4 عناصر تكررت 7,000 مره او اعلى من ذلك، هذا ايش معناه؟ معناته أن كل العناصر اللي موجودة بداخلها بالفعل هي تكررت حتكون مقبولة. ليش؟ لأنها فقط في هذه المجموعة اللي هي ظهرت مع بعضها، الأربعة ظهرت مع بعضها حوالي 7,000 مرة. إذا كانت ظهرت مع بعضها 7,000 مرة، فربما ظهرت كمان لوحدها فوق 7,000 مرة، وبالتالي أكيد تحصيل حاصل أنها حتكون مقبولة. فإذا الجزء الأول من الأبريوري
يقول انه لو تكررت مجموعه من العناصر بشكل مقبول حكمت عليها انها فريكوينت، فاذا كل العناصر اللي بداخلها، كل المجاميع الجزئيه اللي بداخلها اكيد حتكون فريكوينت لانها تكررت فيها وربما تكررت ايضا خارجها، فهي تحصيل حاصل تجاوزت المينيمم سبورت. طب الجزء الثاني ايش يقول؟ هذا كان الجزء الاول. الجزء الثاني يقول اذا كان عندي مجموعه عناصر غير متكررة مش مقبولة، يعني تكرارها أقل من المينيمم سبورت، فإذا كل السوبر سيتس، كل المجاميع اللي الأكبر منها اللي حتظهر بها حتكون غير متكررة. في واحد يتكلم عن السبسيت الجزء الأول، والثاني يتكلم عن السوبر سيت اللي هو المجموعات العليا. فإذا لو عندي مجموعة من ثلاثة عناصر وأنا حكمت عليها أنها غير متكررة مش مقبولة، فإذا لو وردت هذه الثلاث العناصر في مجموعة من أربعة عناصر أو من خمسة عناصر أو من أكثر، كل هذه المجامع أكيد حتكون غير مقبولة لأنه جزء منها ما كانش مقبول. هو أعطى مثال الآن، قال إذا كوفي دايبر أند ناتس إز فريكوينت، لو كانت هذه متكررة فإذا الكوفي والدايبر حيكون مقبولين أيضا كتكرار عالي. ليش؟ هذا يعني تمشيا مع الجزء الأول من الأبريوري، أنه لو كانت في مجموعة مقبولة إذن الأجزاء المجموعات الجزئية منها حتكون مقبولة، لأنه كل ترانساكشن موجود فيه كوفي دايبر النتس أكيد حيكون فيه دايبر، فبأقل الأحوال حتكون مقبولة. السبورت للآيتم ست إذن ما حيتجاوز السبورت للإتس سبسيت، الإتس سبسيت ممكن يكون أعلى من ذلك، وهذا اللي احنا نسميه خاصية الأنتي مونوتون. الأنتي مونوتون معناها أنه لا يمكن لمجموعة أن تتكرر أكثر من مجموعاتها الجزئية لأن مجموعاتها الجزئية قد تضحى. الآن لو نجي نمثل في ناخذ اللاتس مرة أخرى ونشوف ما الذي حتتركه الأبريوري برينسيبل عليها. إحنا كنا نتعامل الآن مع كل الاحتمالات. طيب لما نجي نقول الآن لو فرضنا إحنا ندور وجدنا هذه المجموعة اللي هي CDE، لو كانت هذه المجموعة متكررة، لو كانت هذه المجموعة متكررة فإذا إيش اللي حينتج عن ذلك؟ اللي حينتج عن ذلك إنه كل مجموعاتها الجزئية حتقبل، وبالتالي دي إي مقبولة، سي إي مقبولة، سي دي مقبولة، الإي وحدها مقبولة، الدي وحدها مقبولة، السي مقبولة، وكذلك النل. فإذا ما في داعي إنك تروح تبحث عليهم، هي هذه الفكرة، لأنه إحنا الآن ما نهتمش بالعدد بالضبط، إحنا نهتم إنه العدد يتجاوز المينيمم سبورت، ولذلك طالما سي دي إي مقبولة فإذا كل أجزائها مقبولات، وبالتالي هذه المنطقة اللي هي محاطة بالخط المقطع حتكون ضمنا مقبولة، ما عاد في داعي أنك تضيع وقت فيها بحيث تتأكد أنه خلاص هي تحصيل حاصل مقبولة. طب الجزء الثاني اللي هي الشق الثاني من الأبريوري كان يقول أنه لو في مجموعة غير مقبولة فإنه السوبر ست تبعها حيكون غير مقبول. تعال نشوف، عندي هذه المجموعة الصغيرة اللي هي تتكون من عنصرين اللي هي AB. طب إذا فرضنا أنه هذه غير مقبولة، هذا حيعفيني من البحث من أي مجموعة أكبر منها يرد فيها العناصر. فمثلا ABC غير مقبولة، ليش؟ لأنه A والB لوحدها مش مقبولات، كذلك ABD وABE أيضا حنأخذ أبو أربعة. ABCD غير مقبولة، ليش؟ لأنه فيها AB. ABCE غير مقبولة، ABDE غير مقبولة، وكذلك المجموعة إيش؟ ABCDE كمان غير مقبولة، وبالتالي إحنا في كل الأحوال حنعمل هنا pruning، حنقص، حنتخلص من هذا الجزء، ما عاد مقبول، ما في داعي أنك تتعامل معه، لمجرد أنك عرفت أنه AB لوحدها غير مقبولة، إذا خلاص استغني عن البحث في كل المجموعات اللي حترد فيها AB، وبالتالي أنت اختصرت جزء مناسب، جزء معقول من اللاتس أو من الشبكة. هنا حنختصر أجزاء لأنه ما عاد في داعي نرجع لوراء، هنا حنختصر أجزاء لأنه ما عاد في داعي تقدم إلى الأمام. خلينا نشوف لما نطبق كيف حنطبق هذه هذه القاعدة مع خوارزمية الاسوشيشن رول اناليسيس. المعطى عندي هو هذه، هي اللي هي قاعدة ترانزاكشن اللي فيها الايتم سيتس وفيها قصد قاعدة بيانات العمليات. طيب شوفوا كيف حنخفض العمل. اللي حنفترض من البداية انه المينيمم سبورت تبعي هو ثلاثة، يعني ايش؟ يعني أي مجموعة تتكرر ثلاثة فأعلى حتكون مقبولة، أي مجموعة دون الثلاثة يعني اثنين واحد أو صفر أكيد حتكون غير مقبولة. الآن حنبدأ مع العناصر اللي تحتوي على أو مع المجاميع اللي تحتوي على
عنصر واحد اللي هو one item set. طب ايش هي؟ الان حناخذ كل الايتيمز اللي وردت في قاعده العمليات. عندي بريد، كاك، ميلك، كافي، دايبر اند اكس. هذه كلها العناصر اللي موجوده عندي. فانا ببدا مع المجاميع اللي فيها عنصر واحد واروح اعد الان في قاعده البيانات، فحكتشف انه البريد كم مره تكررت؟ كررت 4 مرات. لو اشوف القاعده 1 2 3 4، فاذا البريد عندي 4. الكوك تكررت مرتين، ما في داعي أعد. الملك تكررت 4، الكوفي تكررت 3، الدايبر 4، والإج 1. طب الآن لما نجي نقارن مع إيش؟ مع المينيمم سبورت اللي هو يساوي 3، إيش حاجد؟ حاجد إنه البريد مقبولة لأنها 4، الكوك حتكون غير مقبولة، الإجز أيضا غير مقبولة. شوف اللي مضلل اللي هو كوك رقم 2 وإجز رقم 1، هذه حتكون غير مقبولات. طالما غير مقبولات مش بس حرفضها، حرفضها وأرفض أي مجموعة قادمة ترد فيها الكوك والإكس، ولذلك ما عاد في داعي أني أدخلها ضمن الاحتمالات ولا ضمن الحسابات. الخطوة الآن حتكون كالتالي، أنه أنت تخلص منها، هذه المضللة حتتخلص منها تماما، وحيبقى معاك اللي هي مقبولة من ناحية إيش؟ التكرار اللي هو more than minimum support which equal 3. الآن الخطوة التالية، من الايتم ست اللي هي فيها واحد عنصر واحد حنعمل اللي فيها عنصرين اللي هي البيرز اللي هي الأزواج. الآن حناخذ الاثنين. طب كيف أولد أبو اثنين؟ أولد أبو اثنين ببساطة من الأشياء المقبولة. أنا إيش عندي مقبول؟ عندي بريد، فإذا حاخذ بريد مع ملك، هذه صارت المجموعة الأولى بريد مع ملك، وبعدين هاخذ بريد مع كوفي، هذه كانت المجموعة الثانية بريد مع كوفي، ثم بريد مع دايبر، احنا حناخذها اللي هي المجموعة رقم 3. لاحظوا بريد مع كوك لا، ليش لا؟ لان الكوك غير مقبولة، اذا بريد مع كوك حتكون غير مقبولة. بريد مع اكس لا، لنفس السبب، كوك اكيد اهملناها. الان حناخذ ملك، احنا ناخذ من الاعلى نشوف اللي اسفل منه. الان الملك ناخذها مع من؟ ناخذها مع الكافي وناخذها مع الدايبر، اهي مع الكافي مرة ومع الدايبر. نزلنا الآن إلى الكافي، الكافي نأخذها مع من؟ مع الدايبر. حنكون خلصنا، خلصنا إيش؟ ولدنا كل الاحتمالات اللي تتكون من عنصرين واللي هي ممكن إحنا نبحث فيها. الأشياء اللي ما مش ممكن نبحث فيها خلاص تجاوزناها، أهملناها. الآن ماذا سنعمل؟ حنروح على قاعدة العمليات ونقعد نعد. بريد مع ملك كم وردت؟ بريد مع ملك وردت 3 مرات، بريد مع كوفي مرتين، بريد مع دايبر 3 مرات، بريد مع ملك مع كوفي مرتين، ملك مع دايبر 3، كافي مع دايبر 3. حنطبق نفس المبدأ الآن. إيش هو؟ أي شيء 3 فما فوق حيكون مقبول، أي شيء دون ذلك حيكون مرفوض. فإذا عندي احتمالين مضللين اللي هو بريد مع كوفي باثنين، هذا حيكون مرفوض، وملك مع كوفي أيضا عفوا حيكون مرفوض. هذول ما حندخلهم في أي عملية للحساب، خلص انتهى أمرهم. طيب ايش حنعمل الان؟ حنقوم ناخذ نولد من الازواج مجموعات ثلاثيه. كيف حنولد؟ حناخذ البريد مع ملك، البريد مع كوفي ما نحتاجهاش، بريد مع الملك اخذها مع بريد مع دايبر، بريد مع ملك مع بريد مع دايبر حتعطيني بريد مع ملك مع دايبر. طب بريد مع ملك ناخذها مع من؟ مع ملك مع دايبر ايضا حتعطي لنا نفس الاحتمال. فاذا وبريد مع ملك مع كوفي مع دايبر، هذه لا، هذه حتكون فيها 4 ما نحتاجش، نحتاج فقط اللي فيها 3. فإذا هذه اللي فيها 3 عناصر الآن، بريد مع ملك مع دايبر. طب نروح نعد في قاعدة البيانات، وجدنا أنه الكاونت تبعها هو 2، طالما هي 2 حنهملها وما عاد في داعي أن احنا نستمر، لأنه ما نقدرش نوصل إلى فين؟ إلى أبو 4، باعتبار أنه طالما أبو 3 هذه مش مقبولة، فأبو 4 حيكون بالتأكيد غير مقبول، لأنه أبو 4 حيكون فيه بريد وملك ودايبر. الآن بمقارنة بسيطة، لو كنا اختبرنا كل إيش؟ كل مجموعة جزئية، كم عندي عدد العناصر؟ عدد العناصر عندي 6، بريد وكوك، ملك وكوفي، دايبر أند إكس، 6. فإذا عدد الاحتمالات كان حيكون 2 الأس 6 حيساوي 64. لكن لما جينا استخدمنا الأبروري وعملنا برونينج، تخلصنا من الأشياء اللي إحنا ما نحتاجها، كم الاحتمالات اللي درسناها؟ أول مرة 6، بعدين 6، بعدين 1، إذن فقط اختبرنا 13 احتمال. شوف كم
تخفضت العمليات وبالتالي حيتخفض عندنا الزمن. هذه الفكرة إذن فعلا فكرة مفيدة واستطاعت أنها تخلصني من كثير من الوقت ومن كثير من الحسابات اللي ما في داعي لها. فإذن الأبريوري ألغوريثم كيف ممكن تشتغل؟ حتبدأ من عنصر واحد، يعني الكي عندي واحد، المجاميع اللي حيكون فيها عنصر واحد، وبالتالي تولد كل الايتم ست اللي طولها واحد، وبعدين تبدأ بعملية التكرار. كل مرة ايش نعمل؟ كل مرة نزيد اللينث بواحد، كان واحد مجموعة بواحد حناخذ مجموعة ابو اثنين، بعدين مجموعة ابو ثلاثة وهكذا. بعد ما نجي نعمل توليد لهذه الكانديديت نسميها ايتم ست، حنبدأ نشوف نعمل برون، نتخلص من اي كانديديت ايتم ست السبت ست فيها اصلا ما كان متكرر، وبعدين نرجع نعمل كاونت للسبورت، ومن ثم نتخلص من اي شيء كمان غير متكرر، ونكرر هذه العملية الى زي ما شفنا في المثال الى ان نصل الى المكان اللي ما نستطيع ان احنا نتقدم بعده. فاذا باختصار في امور احنا نقوم بها، كيف ممكن احنا نربط ما بين تو كانديديتس، تو جينيريت كانديديتس، عشان احنا ندمج ما بين مجموعتين، مش اي مجموعتين حندمج ما بينهم. حنستخدم خاصية نسميها self joining LK. هنا حنربط ما بين two item sets فقط اذا كانت المقدمة بالنسبة لهم متطابقة، هذا حيوفر لي كثير. فاذا الان ال frequent item set، اذا كان انا عندي مجموعتين كل واحدة فيها اثنين من العناصر، المفروض مجموعة من اثنين ومجموعة من اثنين أولد منهم مجموعة جديدة من ثلاثة عناصر. طب متى حيكون هناك إمكانية لتوليد مجموعة من ثلاثة عناصر من مجموعتين من عنصرين إذا كان هناك عناصر مشتركة؟ كم هي العناصر المشتركة المفروض؟ المفروض يكون في اثنين مشتركين واثنين مختلفين، المشترك ما عاد يحسب إلا غير مرة واحدة فحيصبح عندي ثلاثة عناصر. طب لو عندي مجموعتين من ثلاثة عناصر، الأولى فيها ثلاثة والثانية فيها ثلاثة، إيش المطلوب؟ المطلوب أدمج مجموعتين حتى أحصل على مجموعة فيها كم عنصر؟ أربعة عناصر. إذن أوجه الشبه كم حتكون؟ اثنين باثنين حتكون متكررة في المجموعتين، واثنين حيكونين مختلفات. عشان إحنا نبسط المسألة حنقول حناخذ فقط المجموعات التي تتشابه من البداية. فمثلا لو تشتي من أبو ثلاثة تولد أبو أربعة، لازم يكون أول عنصرين يتطابقوا مع أول عنصرين، تنزلهم على ما هم وبعدين تنزل المختلفين. الخطوة الثانية في البرونينج حنعمل برون لأي آيتم ست فيها سبست غير إيش مقبولة. إحنا هنا نميز ما بين نوعين من المجموعات، سي اللي نسميها كانديديت، والإل اللي هي فعلا إيش فريكوينت، وهذا حنشرحه بعد شوية في المثال بصورة أفضل، بس المثال اللاحق. لكن المثال الآن اللي حيأكد لي هذه الخاصية، شوف أنا لو عندي إل 3، إل 3 ما هي؟ ال3 هي كل المجاميع التي تتكون من ثلاثة عناصر، الـ ABC، الـ ABD، الـ ACD، الـ ACE والـ BCD. هذا إيش؟ هذا بشريطة أنها أصلاً مقبولة، ولذلك أنا سميتها L. فإذن الـ L هي frequent ولذلك هي مقبولة، هذه المجاميع المقبولة اللي هي من ثلاثة عناصر، هذه اللي متكررة. طب منها الآن إيش أعمل؟ هعمل اللي هو أبو أربع عناصر. عشان أعمل أبو أربع عناصر هستخدم خاصية السلف جوينينج، حاخذ ثلاثة وثلاثة بس بشرط انهم يعطوا لي أربعة. طيب ايش اللي ممكن اخذه؟ شوفوا الاولى هذه اي بي سي، لازم اخذ معها حاجة تبدأ باي بي، فالاي بي سي حاخذها مع من اي بي دي، لانه الاثنين يبدأوا بعنصرين مشتركين الاي بي الاي بي، ايش المختلف عندي؟ اي دي. طيب فاذا من اي بي سي ومن اي بي دي حولد مجموعة جديدة اللي هي اي بي سي دي اي اللي هي فيها اربع عناصر. طيب الآن إيش كمان ممكن أعمل؟ من الـ ACD أخذ مع من المشترك ACE، فحيكون عندي ACDE جاية من هذين العنصرين. طيب خلصنا؟ لا، السيلف جوينينج إيش حيعمل؟ الآن أعطالي مجموعتين، لاحظوا الـ AB مع الـ AB والـ AC مع الـ AC، الـ BC هذه أهملناها. ليش أهملناها؟ لأنه ما في أي شيء يبدأ بـ BC، أخذنا فقط الـ AB مع الـ AB اللي هي ABC مع ABD، واخذنا الـ AC مع الـ AC اللي هي ACD مع ACE. الـ BCD هذه مهملة لأنه ما في مجموعة تبدأ بـ BC، مثلا لو كان عندي BCE كنت حاخذها. فإذا الآن السيلف جوينينج أعطالي فقط مجموعتين، هاتين المجموعتين حيكونين ما هو؟ مرشحتين. طيب عشان يكون الشغل مضبوط
هناخذ الان خطوه البرونينج اللي هي التخلص او التقليم او القص. اقص من اتخلص من الاي بي سي دي حتكون ربما مقبوله لانه كل العناصر اللي موجوده فيها مقبوله بالاصل. انما الاي سي دي اي هذه فيها مشكله. ليش؟ لانه في مثلا عندي الاي دي اي داخلها. شوفوا هذه اي سي دي اي ايش معناها؟ معناته داخلها اي دي اي. طب الاي دي اي مالها؟ الاي دي اي اي اسال هل هي موجوده اصلا في ال 3 ولا لا؟ اذا كانت موجوده حيكون مقبول، لكن بخلاف ذلك حيكون مرفوض. طالما الاي دي اي مش موجوده في ال 3 معناتها حتكون هذه مرفوضه، ولذلك حنحذف اي سي دي اي وحنحتفظ فقط بمن؟ باي بي سي دي، هذه اللي حتكون. فاذا في السيلف جوينينج شوفوا ايش عملنا من جديد. تمام، احنا عاده من ال كي من ال كي نولد سي كي زائدا واحد، يعني من ال 3 حولد سي 4. ال 3 قلنا اي بي سي اي بي دي اي سي اي اي سي اي اي سي دي اي سي اي وبي سي دي. سيلف جوينينج اعطانا اي بي سي دي من الاي بي سي والاي بي دي، والاي سي دي اي من اي سي دي واي سي اي. خلينا نشوف اهو، شايفين هذا مشترك، اللي لونه احمر هو المختلف. طب المجموعه الجديده ايش حتكون؟ حتكون اي بي سي اللي هو مشترك، بعدين يجي بعدها السي والدي اللي كانوا مختلفات. فابو ثلاثه اعطى لي مجموعه من اربعه. هذه نجي نختبر الان ايش اللي موجود فيها الاي بي سي دي، ما هي العناصر الثلاثيه اللي موجود فيها؟ موجود فيها اي بي سي. طيب الاي بي سي والاي بي دي والاي سي دي والبي سي دي، السؤال هل هذين بالاصل كانتين او كانن مقبولات؟ الجواب بالنسبه للاي بي سي والاي بي دي والاي سي دي نعم، والبي سي كلهن مجموع. ليش؟ لانه كلهن موجودات فين؟ كلهن موجودات في ال 3. فاذا هنا حتكون هذه مقبوله، طالما انه كل اجزائها الثلاثيه مقبولات اذا حتكون مقبوله. تعال نشوف الثاني اللي هي ما هي، اللي هي من اي سي دي اي، من اي سي دي واي سي اي. ايش عملنا؟ شوف ايضا عندي اي سي هو المشترك، اي سي هنا واي سي هنا، هن المشتركات، والمختلف معي دي واي. نزلنا المشتركات ونزلنا بعد هنا الدي والاي، صارت عندي ابو اربعه. حنسال نفس السؤال، هل هذه حتكون مقبولة ولا مش مقبولة؟ عشان نكتشف ما حندور على كل شيء، حنكتفي فقط بالثلاثيات اللي داخلها. طب ايش الثلاثيات اللي داخلها؟ اللي داخلها هي ACD ACE ADE CDE. طب لما نجي نشيك قلنا مع مين؟ مع ال L3 الآن، هل كلهن موجودات في ال L3؟ ال ACD نعم، ال ACE نعم، لكن ADE غير موجودة. طالما غير موجودة خلاص ما عاد أكملش، مش بس ما حكملش، وهذه كمان حتكون غير مقبولة، مرفوضة بالنسبة لنا. وبالتالي حنعمل بروننج، حنحتفظ فقط بالـ A B C D لأنه كل أجزائها مقبولة وموجودة في الـ L3. إذا الكانديديت الآن A C D قلنا حتكون مرفوضة لأنه أجزائها غير موجودة في الـ L3. الكانديديت بالنسبة لي C4 هي A B C D. ليش احنا اعتبرناها مجرد كانديديت مرشحة؟ لأني عاد أنا أروح على قاعدة البيانات وأشوف كم مرة تكررت، إذا تكرارها أعلى من المينيمم سبورت حتكون L4، أسميها بعدين L4. إذا كانت أقل معناته خلاص حتوقف عندها. خلينا نبدأ مع المثال ببساطة. طيب الآن أنا عندي المينيمم سبورت اللي حنتعامل معه هو 2. طالما المينيمم سبورت 2 معناته اللي حيكون 2 فأكثر مقبول، أقل من ذلك لا. هذه الداتابيز اللي حنشتغل معها اللي هي ترانسكشنال داتابيز، عندي تي اي دي اي ايا كان رقمها 10 20 30 40، هذه هي العمليات اللي احنا نتكلم عنها. طيب الان ايش حنعمل؟ حنبدا مع ابو عنصر واحد، حنعمل فيرست سكان، حنمسح قاعده البيانات عشان اعمل كانديديت اوف 1. ايش هي؟ كل عنصر كم تكرر؟ الاي تكرر مرتين، البي ثلاث مرات، سي ثلاثة، دي 1 واي 3. ظللنا الدي ليش؟ لانها غير مقبوله. ليش غير مقبوله؟ لانه الواحد اصغر من المينيمم سبورت اللي هو الاثنين. طيب من المقبول اي بي سي اند اي، ايش نعمل الان؟ الان هذه اللي احنا نعتبرها ال1 اهي، ال1 هذه اللي هي مقبوله، الاي والبي والسي والاي. من ال1 ايش اعمل؟ اولد سي 2 اللي هنا عاد هم مرشحات.
طيب سي 2 حتكون في ايش فيها؟ حيكون فيها A مع B و A مع C و A مع ال E، وبعدين ناخذ B مع C و B مع E، وبعدين ناخذ C مع ال E. اهم الان زي ما قلنا A مع B، A مع C، A مع E، A B مع C، B مع E و C مع E. طيب هذين الان مالين؟ هذين حنعتبرهن كانديديت. طالما هن عادين لكانديديت، حروح على قاعدة البيانات وأحسب A مع B كم تكررت، A مع C كم تكررت، A مع B كم تكررت، A مع C كم تكررت. هنا يكون إيش؟ السكند سكان. حنشوف إنه A مع B واحد، A مع C اثنين، وهكذا إلى آخر القائمة. هذون اللي هن مظللات حتخلص منهن. ليش؟ لأنه تكرارهن أقل من المينيمم سبورت. الآن ححصل على إيش؟ حصل على ال L2 اللي هي العناصر المقبولة. طب ومنها؟ منها حنعمل المزاوجة. طيب الآن الأي ما حتدخل في اللعبة. ليش؟ لأنه ما في شيء يبدأ مع الأي. هذه خلص نتخلص منها، حتى وهي كانت مقبولة. هي مقبولة في هذا المكان، لكن بأبو ثلاثة مش مقبولة. طيب البي ممكن، البي مع هذه، بي سي مع بي إي هي اللي حتكون. غير ذلك ما فيش. فإذا السي 3 إيش حتكون؟ حتكون مجموعة واحدة اللي هي البي سي إي. البي سي إي هي كانديديت، عشان تصير ال لازم أروح أحسبها. حسبتها طلعت اثنين، طالما هي اثنين معناته حتكون مقبولة لأنها أكبر من أو يساوي منها. بس ما أقدرش الآن أواصل إلى ال 4 أو إلى سي 4 وال 4. ليش؟ لأنه عشان أوصل إلى سي 4 لازم يكون على الأقل عندي مجموعة أخرى وتكون تبدأ ببي سي، عشان إحنا نعمل أبو أربعة. لذلك حنتوقف عند هذا الحد. نتوقف عند هذا الحد نكون أنهينا عملية توليد الأنماط المتكررة. طيب الأنماط المتكررة الآن المفيدة اللي ممكن أنا أستخدمها في عملية توليد القواعد هي ما هي؟ هي L2 كلها وهي L3 كلها. من هنا إحنا ممكن القواعد. يعني أعتقد إنه الفكرة صارت واضحة، وهذا كمان مثال آخر يوريك إنه كيف أنت ممكن تمشي هنا ببساطة. عشان نوفر شوية وقت ممكن إحنا نخزن التكرارات عشان نستخدمها في الفترة المقبلة. فعندي في كل سكان مثلا هذه العمود الأول هنا هو الفيرست سكان، الفيرست سكان عندي الأي بسبعة، البي كذلك كذا، هذه كلهم مقبولات. بعدين ننتقل إلى السكند سكان أو السكان الثاني، تمام. حنمشي اللي هو نحسب الاثنين اللي هو اي بي مع اي سي زي ما قلنا، وكل واحدة كم تكررت، كلهم مقبولات. حنتقل للثالث وأتخلص بعدين من اللي هو غير متكرر، اللي هو مظلل ما حيدخل، واللي غير مظلل هو اللي حيدخل في عملية حساب القواعد. لاحظوا قواعدنا حناخذها من هذا العمود كامل، وحناخذها من هذا العمود لكن من غير المظللات، وحناخذها من هذا العمود أيضا من غير المظللات. الآن كيف نولد القواعد؟ كل الفريكوينت ايتمز اللي احنا اتفقنا عليها حتكون مقبولة. اللي هي مقبولة زي مثلا فرضا A B C D E. الآن نبحث عن كل الاحتمالات الممكنة لتوليد القواعد. حنعمل بقاعدة انه ما تأخذه في اليسار حتحذفه من اليمين. يعني ايش؟ يعني مثلا حناخذ الـ A اولا. اذا اخذت الـ A اولا، الـ A حتبقى من المجموعة ايش؟ B و C و D. فاذا الـ A تؤدي الى B C D، البي تؤدي إلى أي سي دي، السي تؤدي إلى وهكذا. هنا نكون ولدنا كل القواعد اللي تبدأ بعنصر واحد. طيب نجي الآن نأخذ عنصرين، هأخذ الأي بي وأخذ الأي سي وأخذ الأي دي، هذه الاحتمالات الخاصة بالأي. بعدين هأخذ بي سي وأخذ بي دي وأخذ في الأخير سي دي. طيب في كل مرة إيش أعمل؟ طالما انت اخذت الاي بي ايش بقي من المجموعة؟ بقي سي دي. فاذا القاعدة حتكون اهي، اي بي تؤدي الى سي دي، اي سي تؤدي الى بي دي. كيف؟ طالما انت اخذت اثنين المتبقيات حيكونوا في الطرف الايمن، اثنين اخذتهم في الطرف الايسر المتبقيات في الطرف الايمن. خلينا ناخذ الاخيرة هذه، اشي سي دي. طالما عندي سي ودي معناته ايش حيبقى لي في الجهة الاخرى؟ اي وبي. بعدين اخذ اللي هي تبدأ بثلاثة عناصر، الاي بي سي، عفوا الاي بي سي، نعم، حتؤدي ايش الباقي عندي؟ دي. الاي بي دي تؤدي الى سي، الاي سي دي تؤدي الى بي، وهكذا. لاحظوا انه في تناظر تقريبا بين مثلا اي بي سي تؤدي الى دي في نظيرتها اللي هي هذه، اللي هي دي تؤدي الى اي بي سي.
وهنا احنا ممكن بالتناظر نختصر اذا حبيتوا عمليه توليد القوعة. طالما انت ولدت اي بي اي تؤدي الى بي سي دي، اذا بي سي دي حتؤدي الى اي، لانه القاعده القواعد قلنا متناظره. بحقيقه الامر اذا كانت عدد العناصر في هذه المجموعه هو كي، هذه المجموعه اللي مثلا فيها أربعة، اذا القواعد اللي حتتولد حتكون 2 للاس كي ناقصا 2، على اعتبار ان احنا سنهمل المجموعه الخاليه والمجموعه الشامله. فاذا كل مجموعه مقبوله، كل مجموعه مقبوله حيتولد منها عدد كبير من القواعد اللي هو 2 للاس كي ناقصا 2. وهنا فعلا احنا امام عدد كبير. بعد ما وجدنا القواعد المفروض احنا نختبر ايش؟ نختبر الكونفيدنس لكل قاعده بالطريقه اللي تعلمناها، وبعدين نحكم على انه القاعده مقبوله او غير مقبوله. انا اترك لكم على بقيه الاسئله، واذا في اي اسئله حنكون احنا مع بعض حتى نجيب عليها. هنا فقط شوف بعد ما ولد القواعد شاف انه كل واحده حسب لها تبعها الكونفيدنس، ويشوف اذا كان الكونفيدنس ضمن الحدود المقبوله. المينيمم كونفيدنس مثلا عندي هنا 70%، اذا هذه القاعده حتكون غير مقبوله، في حين هذه اللي هي 100% حتكون مقبوله. هذه غير مقبوله، هذه غير مقبوله، هذه حتكون مقبوله. واستمر مع كل القواعد الممكنه. اكتفي انا اليوم بهذا القدر، اتمنى لكم التوفيق، وتابعوا ارجوكم الامثله الباقيه. في اي سؤال حولها ممكن عندما نلتقي نتكلم حوله. ارجو لكم التوفيق ان شاء الله، ونلتقي وانتم في خير وصحه وسلامه وعافيه.